لماذا ارتفعت الأصوات مطالبة بطرد سلمان وتحالف المحافظات الجنوبية؟ ما هي دلالات تصعيد الخطاب في الشارع الجنوبي؟ وليكشف ذلك وجود تباينات في وجهات النظر بين أبوظبي والرياض. أهلا بكم. لم نكن متسببين في هذه الحرب وأصبحنا طرفا رئيسيا فيها ولا يمكن إيقافها بدوننا. بهذه الكلمات ترتفع حدة خطاب المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في آخر بياناته. الانتقالي هاجم في البيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، وتزامن البيان مع ارتفاع الأصوات الجنوبية المطالبة بطرد التحالف العربي من المحافظات الجنوبية. أصوات تبدو منسجمة مع ما يتردد في صنعاء، فيما يقول كثيرون إنه ضغط إماراتي على السعودية في إطار التنافس على السطوة في المحافظات الجنوبية، ما بين التوظيف السياسي للاحتجاجات في الشارع الجنوبي ضد تردي الخدمات وتهاوي العملة وتزامنها مع دعوة المجلس الانتقالي للضغط بهدف الدخول في المفاوضات القادمة وفرض وجوده في المشهد. يبدو أن هناك ترتيبات تعد بمرحلة قادمة أكثر خطورة. طبعا نحن سنتمكن بالأرض، نحن موجودين على الأرض، لكن نحن نعطي فرصة لقوات التحالف. المجلس الانتقالي الجنوبي يكتب مطالبه على ورقة الاحتجاجات ويوظفها سياسيا. تتسع رقعة الاحتجاجات فتحمل معها جغرافيا جديدة ومطالب أجد، لتقفز ربما على مطالب المحتجين بتحسين الخدمات والحد من انهيار أسعار العملة. هذه المرة ارتفعت الشعارات السياسية في الصوت الجنوبي حاملة في مضمونها مطالبات تتجاوز الخدمات إلى ما هو أبعد من ذلك. فالمجلس الانتقالي يصدر بياناً حمل دعوات للتصعيد ضد الشرعية، يطالب بإقالة الشرعية ويطالب بالحق المجلس في مفاوضات جنيف القادمة، غير أن ما هو أبعد من ذلك هو ارتفاع سقف المطالب لطرد التحالف، أو تحديداً طرد السعودية من الشارع الجنوبي. أمر يكشف بحسب مراقبين عن حجم التباينات بين الرياض وأبوظبي فيما يخص الملف اليمني جنوباً، إذ يقولون إن سباق السيطرة على الموانئ والمنافذ بات يشكل نقطة تحول في مسار التحالف. المهرة وسقطرة تقفان على رأس احتمالات الصراع الخفي على الجزر والموانئ اليمنية بعد إنهاء الوجود الإماراتي لتحتل موقعه القوات السعودية، لتعود الإمارات من واجهة الانتقالي يدها الأكثر صخباً لتوجهه هذه المرة ضد حليفتها. محاولات تعبئة الشارع الجنوبي ضد المملكة قد تكون لها تبعات كثيرة، ليس لأنها تلتقي مع أهداف ميليشيا الحوثي في صنعاء، بل لأنها قد تزيح الستار عن خطوات لنقل المجلس الانتقالي إلى مرحلة قادمة. وفيما يبدو من صمت الرياض أن هناك واقعاً جديداً يفرض على الشريعة والمملكة معاً. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا من عدن عبر أقمار الصناعية الصحفي صلاح الصقلدي. أرحب بك أستاذ صلاح. بداية، عدن تشهد احتجاجات لليوم الثالث على التوالي، كيف تتابع ما يحدث؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين جميعا. الاحتجاجات التي شهدها عدن ومعظم محافظات الجنوب هي أتت كحصيلة لتراكمات اقتصادية اجتماعية وتراكمات سياسية، أو بالأصح هناك سخط سياسي يتوازى تماما مع الوضع المتردي اقتصاديا والمعيشي الذي يتفاقم بشكل غير مسبوق. وهذا الوضع الذي يتدحرك كرة الثلج فوق الجميع، لا نعرف تقريبا ما هو سبب هذا الوضع بأن يتشكل بهذه الحدة في ظل صمت التحالف وتخاذل الحكومات هذه، وبرغم ما تمتلكه من إمكانيات وما تقول بأن لديها من أموال ومن طاقات ومن دعم خارجي، إلا أن الوضع يسوء بشكل كبير يوماً إثر يوم، وتكون عملية أو موضوع انهيار العملة المحلية أمام العملات الأخرى هي محور هذا الانهيار الاقتصادي والاجتماعي. كل هذا يأتي كما قلت لك وفي توازي مع
العملية السياسية التي يبدو لنا أن جنوبا يعني على الأقل تبدو أن هناك نوع من الالتفاف وتآمر واضح على القضية الجنوبية وعلى المجلس السياسي بالخصوص. يعني وبالتالي يكون الوضع يلفه الغموض ويلفه الفوضى عموما يعني على كل المستويات وعلى كل الأطر للأسف الشديد. طيب هل تلحظ إلى الآن وجود نوع من الجهود من قبل السلطات المحلية في عدن القائم بعمل المحافظ والوكلاء وبقية وحتى إدارة الأمن إلى آخره، وكذلك من قبل الحكومة في التعامل واتخاذ إجراءات أو إصلاحات لاحتواء هذا الغضب الشعبي؟ أنا قبل ساعة أو أقل شوية عبرت من مديرية خور مكسر إلى هنا إلى المنصورة وشاهدت الوضع على الأرض، يعني وضع مزري حقيقة. يعني هناك شبان يحرقون الإطارات، الحركة مشلولة، الأوضاع نوع من حالات التخوف من المواطنين، فالمدينة مدينة إنجاز القول، يعني هي مدينة أشباح بدرجة أساسية. أما المعالجات التي اتخذت على الأرض في عدن فهي لم نرى حتى الآن أي شيء ملموس. أما المعالجات التي اتخذت الحكومة فهي معالجات تبدو يا أشباب معالجات لا ترتقي إلى المستوى الكارثة أو مستوى التحدي الذي نمر فيه. هناك اتخذت الحكومة قرار برفع إجور المدنيين والمتقاعدين 30% وعدة إجراءات هي إجراءات روتينية كان المفروض أنها تكون في أوقات طبيعية، مثل أن يقرر الرئيس وحكومته توريد الضرائب والجمارك إلى البنك المركزي، وهذه أمور كان يفترض أنها تكون حتى بالأوضاع الطبيعية. وبالتالي إذا نظرنا إلى موضوع رفع الإيجور فهي ستفاقم أصلا من هبوط العملة المحلية أمام العملات الأخرى، وستضاعف الأزمة الاقتصادية أكثر وأكثر. وبالتالي لا يوجد أي معالجات على المدى القريب ولا على المدى البعيد بالتأكيد لمعالجة هذا الوضع الكارثي. وأنا لما أقولها كارثي فهو كارثي بما تمتلكه الكلمة من معان. طيب الآن ما يحدث في المحافظات الجنوبية هل هو احتجاج رسمي من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي على أداء السلطة المحلية وكذلك على أداء الحكومة فيما يتعلق بملفات الخدمات وبقية الملفات في عدن وبقية المحافظات؟ نعم، الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في عدن ترافقت وتزامنت مع موضوع إقصاء المجلس الانتقالي وإقصاء الجنوب كله في المشاورات المرتقبة، وبالتالي كانت هذه الأوضاع الاقتصادية هي فرصة للقوى الجنوبية ومنها المجلس الانتقالي بأن يعبر عن سخطه عن أوضاع اقتصادية متردية أساسا في وقت يتم تجاوز الانتقالي وتجاهل كل التضحيات وكل الجهود التي قام بها المجلس الانتقالي وقام بها الجنوب عموما وقوى الحراك الجنوبي من تضحيات ومن وقوف جدي مع التحالف، ولكن هناك شعور عارم داخل الجنوب عموما وليس فقط في داخل الانتقالي، شعور عارم بأن هناك شيء من الخذلان قد جرى للجنوبيين من قبل التحالف وبالتأكيد من قبل الشرعية. يعني هل يأتي ذلك بسبب تسمية يعني أستاذ صلاح، هل يأتي ذلك بسبب ما أعلن من تسريبات للوفد المشارك للحكومة في المشاورات القادمة؟ لأن هناك الكثير من الأسماء الجنوبية، أم أن المجلس الانتقالي يريد أو يحتم فرضية أنه هو المتحدث الوحيد وبالتالي باسم الجنوب، بالتالي لابد من وجود ممثلين عنه في هذه المفاوضات، وعدم وجود هؤلاء الممثلين سبب هذه الاحتجاجات؟ المجلس الانتقالي يتحرك وفقا التفويض الشعبي الذي حصل عليه، هو كقوة سياسية كقوة جماهيرية موجودة بالجنوب أكثر قوة تنظيما وأكثر حضورا وأكثر انتشارا، هذا حقيقة لا يستطيع أحد أن يتجاوزها، بالإضافة إلى هناك قوة ومجالس الحراك الثوري داخل الجنوب.
أما فيما يتعلق بمسألة أن المجلس الانتقالي يشعر بأن هناك قوات ستشارك أو ستنافس على الحضور، فالمجلس الانتقالي حصل على وعود في مرحلة معينة من الأمم المتحدة ومن الأمين العام، لا يوجد أي اعتراض أممي في مشاركة المجلس الانتقالي وباقي القوى الجنوبية الأخرى، لكن وبحسب البيان الانتقالي بأن هناك اعتراض من السلطة نفسها، وهذا للأسف الشديد أن يكون هناك اعتراض من الطرف الذي تخندق مع الجنوب وتخندق مع الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية، وبالتالي يكون هناك استماتة من الشرعية بأن لا يحضر شريكها بالجبهات في الطاولة، وهذا للأسف الشديد ما كنا نتوقعه من الطرف الآخر من الطرف الحوثي الذي قاتله الجنوبيون، ولكن ما حصل. والانتقالي معه حق، وكل القوى الجنوبية وكل الشارع الجنوبي معه حق أن يشعر بالغضب ويشعر. طيب سنعود إلى هذه النقطة أستاذ صلاح، يعني كل الحق أن وله كل الحق أن يتخذ كل الإجراءات سواء على المستوى على الصعيد الجماهيري الشعبي في هذا السياق. أستاذ صلاح سنعود إلى هذه النقطة خاصة مع وجود تصريحات للمبعوث الأممي حول هذه النقطة ومشاركة ممثلين عن الجنوب بغض النظر عن تحديد من هم هؤلاء الممثلين، لكن قبل ذلك دعنا نشرك معنا في الحوار الأستاذ توفيق المريسي أحد المشاركين في احتجاجات الضالع الذي انضم إلينا من هناك من الضالع. أهلا بك سيد المريسي، كيف هي الأوضاع في الضالع وإلى أي مدى هناك تأمين لعمليات الاحتجاجات التي تقومون بها؟ استاذي العزيز، معاناة المواطن في محافظة الضالع مستمرة كما هي الحال في مختلف المحافظات. الوضع المعيشي المأساوي الذي يعيشه المواطن يحتم على الجميع أن تقوم انتفاضة وأن تكون ثورة جياع من أجل الخروج من هذا الوضع المأساوي. محاصرة بعض دول التحالف للشعب اليمني وعدم قيام مؤسسات الدولة هو ما جعل هذا الوضع المأساوي، ولذلك خرج المواطن من القرى من المدن، خرج ليقول أن هذه الأعمال لا يمكن القبول بها. إذا وصل الأمر إلى أن الشخص لا يستطيع أن يوفر الشيء الأساسي للحياة كالدقيق وما سوى ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فما داعي للشرعية وما داعي للتحالف، هكذا يقول المواطن. ولذلك كانت هذه الاحتجاجات وهي مرشحة للتصاعد أكثر فأكثر إن لم نجد معالجات من الشرعية والتحالف. طيب كيف هو تعامل السلطة المحلية وقوات الأمن مع هذه الاحتجاجات الشعبية سيد المريسي؟ التعامل كان التعامل بشكل إيجابي، إلا أنه حدث في قعطبة أن مقتل أحد الأشخاص نتيجة المشاكل التي حدثت أو الاحتجاجات، وأيضا قيام بعض العناصر بإطلاق النار ما تسبب في مقتل أحد المارة أو أحد ليس لهم أي علاقة بهذه الاحتجاجات. الآن يقوم بدوره، وأيضا نحن سنمضي أن تكون هذه الاحتجاجات بطرق رسمية بطرق لا تخل بالحياة ولا تدعو إلى الصراع المسلح. ما هي الخطوات التصعيدية؟ لأنه يعني هناك تزامن يعني كثير من الأشياء تحدث في ذات الوقت، مفاوضات جنيف سياسية، والآن هناك هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة على المواطن. هناك من يقول أن هناك توظيف سياسي من قبل بعض الأطراف لهذه المشاعر لدى الناس في المحافظات الجنوبية، هل تخشون من مثل هكذا أمور؟ نعم، وإن وجد التوظيف السياسي، لكن كان على التحالف وأيضا على الشرعية أن تقف أمام هذه المشاكل التي يعاني منها المواطن. قد يستغلها البعض، قد يستغلها أي مكونات أخرى، لكن كان على الشرعية أن تقف وأن تعمل المعالجات لكي لا يصل المواطن إلى هذه الحالة ولكي لا تقوم هذه الاحتجاجات. ما هي الخطوات التصعيدية برأيك أستاذ توفيق التي يمكن أو أن تحدث في حال ما استمر الوضع على ما هو عليه؟
الخطوات هي في تصاعد مستمر إن استمر الحال على ما هو عليه. قد يلجأ الجميع إلى التحرك إلى المدن الرسمية كعدن، أن يجتمع الجميع من كل المحافظات إلى أماكن التي تواجد فيها مؤسسات الدولة وأيضا التحالف وأيضا الشرعية لكي يتم الاحتجاج وأيضا إيصال رسائل أن هذا الوضع لا يمكن أن يقبله اليمني مهما كان المؤامرات ومهما كانت، لأنه وصل إلى الحد الأساسي، وصل إلى أن الشخص لا يستطيع أن يوفر لقمة العيش لأبنائه. فماذا ننتظر أو كيف يستطيع المواطن أن يصبر أمام هذا الوضع وأن يحسب حسابات وطن وأن يحسب حسابات شرعية ودولة؟ أهم المواطن هو العيش، كيف يوفر لأبنائه القوت الأساسي؟ ولذلك تنتهي كل الخيارات إذا وصل الأمر إلى هذه الحالة. سيد توفيق المريسي أحد المشاركين في احتجاجات الضالع، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا لك. بالعودة إليك سيد الصقلدي، إذن وتيرة متصاعدة من الاحتجاجات كما يبدو تنتقل إلى الكثير من المحافظات الجنوبية، لكن الأمر يعيدنا بشكل أو بآخر بذات المسألة. هناك مطالبات شعبية وهناك استخدام سياسي لهذه المطالبات. هذا الأمر يذكر كثيرين بما حدث في صنعاء قبيل دخول الحوثيين إلى العاصمة وانقلابهم عليها. هل يختلف الأمر الآن أم أنه يتشابه؟ وأنت شابه فهو ليس إلى حد تطابق، والأمور الاقتصادية والغلاء والأمور التدهور الأمني والمعيشي فهو مترابط أساسا بالعملية السياسية. فما هو موجود اليوم من هذه الإرباكات، من هذه المعاناة، من هذا الاضطرابات، ومن هذا التصاعد بالتدهور بالأوضاع المعيشية الخدمية، فهو ناتج عن غياب الرؤية السياسية، غياب التسوية السياسية، انسداد الأفق السياسي، وإطالة أمد الحرب. وبالأخير ما هو موجود الآن هو نتيجة طبيعية للوضع السياسي غامض أو الوضع السياسي قاتم إن جاز التعبير، وما نراه اليوم فهو كان متوقعا يعني من اذا نظرنا بال. طيب هل كان متوقع ان تكون هناك هل كان متوقع استاذ صلاح ان تكون هناك نعم ان تكون هناك هتافات من عينه برع برع يا سلمان يا عميل الامريكان؟ في اي اطار تقرا هذه الهتافات اذا؟ نعم، هذا الخطاب الذي تفجر فجأة هو مثل ما قلت لك سابقا هو عبارة عن تراكمات ونوع من اليأس الذي دب وتراكم في صدور الناس طيلة 3 سنوات وأكثر. فالناس كان هناك أمل كثير معقودا على التحالف وعلى الشرعية باعتبارهم حلفاء مع الجنوب، ولكن للأسف الشديد فالجنوب يعود أدراجه إلى الخلف على كل المستويات. وبالتالي فالشعور بأن التحالف وهو فعلا هكذا يعني يتعمد عبر السلطة فاسدة، عبر حكومة فاسدة، عبر حكومة غارقة ووزرائها بالفساد والفوضى المالية والإدارية، ويضاف إليها فساد التحالف لها، إفسادهم بشكل لا يمكن قبوله ولا يمكن على الإطلاق السكوت عن هذا الوضع إلى ما لا نهاية. فالضحية أولا وأخيرا هم الناس بصرف النظر عن أي قوة أو نخب سياسية تستفيد منها، لكن بالتالي المتضرر هو المواطن في كل المحافظات. كيف يمكن العزل إذن ما بين تضرر المواطن؟ مثل ما القول بأن هناك قوى سياسية تستغل الوضع كما حصل قبل في 2014، فهو يعني هذا يندرج ضمن الاستغلال السياسي ولا. طيب لا أرى فيها أستاذ يعني صلاح كيف يمكن إذن الفصل بين تحقيق قوى سياسية تستغل الأوضاع التطلعات الاقتصادية والاجتماعية للناس وما بين التوظيف السياسي لها، حتى يفهم الناس أن جهودهم في نهاية المطاف قد تصب في إطار آخر وهناك من سيستفيد منها سياسيا دون إيصال الخدمات لهم كثيرا؟
نعم، لا 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 شك بأن كثير من القوى هي تستغل مثل هكذا أوضاع لتحقيق أو لتسجيل مواقف وتحقيق إنجازات سياسية. ولكن بالأخير إن كان هذا الوضع، إن كان هذا الوضع يرى فيه أطراف أخرى بأن هناك قوة تستغله، فهو الأمر بيده أن يصلح هذا ويفوت الفرصة عليها. فبالتالي عندما نقول أن المجلس الانتقالي يركب الموجة أو أن المجلس الانتقالي يستغل مثل هذا الأوضاع، هذا الخطاب نسمعه كثيرا من الشرعية ومن حكومتها بالتحديد. وإذا كان لا تريد أي استغلال لمثل هكذا الظروف، فالأوضاع فكل وسائل التغيير وكل سببات إنهاء هذا الوضع هو بيدها أصلا، وبمقدورها أن تفوت على هذه القوى مثل هذه الفرص إذا إن كانت حريصة على المواطن أصلا. أما أن نقول بأن هناك قوى تستفيد منها وهي في نفسها هذه الحكومة وهذا السلطة والتحالف وراءها، يزيد من تفاقم هذا الوضع ويدير ظهر لهذه المعاناة، فهنا يفتقر أو يفتقد المنطقة أي معنى له في هذا الحال. طيب، يعني كثير من الأوقات تفاوض، يعني يتحدث المبعوث الأممي في بيانات، آخرها بيان صادر اليوم من عمان، على أنه التقى الأطراف الجنوبية، يتحدث عن أطراف وليس عن طرف واحد، ولا يختزل القضية الجنوبية في ممثل واحد كما قد أشرت أنت ويشير كثيرون، ويتحدث على أن هناك التزام من قبله على طرح هذه المسألة وتأكيد على أهمية حلها سلميا. هل هناك خشية من تصاعد الأمر إلى مواجهات قد تضر بالقضية الجنوبية أكثر مما أن تفيدها؟ حريا بأن أذكركم وأذكر سالم شاهين بأنك هناك الجريفيث كان تصريح قبل كم شهر هنا قال أن مفاوضات يمنية تعقد بإقصاء الجنوب فهي فاشلة بأي صورة من صور هذا الانعقاد. والموقف الأممي مثلاً مثلاً بجريفيث نحو القضية الجنوبية هو إيجابي بكل المراحل الذي شاهدناه، ولكن بحسب المعلومات التي تسربت أخيراً ليس الاعتراض أممي وليس الاعتراض من جريفيث، بل الاعتراض على كل المكونات الجنوبية، على كل القوى الجنوبية هي من الشرعية ذاتها. هناك تهديد من الشرعية بأنها ستنسحب، بأنها لن تحضر هذا إذا حضر أي طرف، حتى لو كان هذا الطرف هو من القوى المحسوبة على الشرعية أو من الهيئات والمجالس التي شكلتها. هذا سيد الصقادي، هذا الكلام بالنسبة جاء إلى بيان المجلس الانتقالي، لكن الأسماء المسربة كثير منها جنوبي، ليست أسماء أتي من محافظات شمالية فقط، هناك الكثير من الأسماء الجنوبية. هل الإشكالية فقط في عدم تواجد أسماء من المجلس الانتقالي الجنوبي فقط؟ لا، ليس المسألة هي مسألة أسماء أفراد، بل هي مسألة ممثل للقضية الجنوبية، يجب أن يكون ممثل عبارة عن كيان. وهذا ما ظل المجتمع الدولي والسلطات اليمنية تطالب الحراك الجنوبي بأن يكون له مظلة سياسية. فعندما تشكلت هذه المظلة ممثلة بالمجلس الانتقالي أو نقول بالحد الأدنى من المطلب هذا، تنصلت تلك القوى التي كانت طالب الجنوبيين. أستاذ صلاح، لكن لا يمكن نسيان القضية الجنوبية. أما تمثيل القضية الجنوبية بأشخاص فهو هنا تمييع ومسخ للقضية الجنوبية. أستاذ صلاح، لكن لا يمكن نسيان مسألة ما حدث في بداية انتزاع مشاركة غير حقيقية. لا يمكن نسيان ما حدث بداية هذا العام من مواجهات ما بين المجلس الانتقالي، إذا ما اعتبرنا أحد من تكون لتمثيل هذه القضية الجنوبية أحد الكيانات، واجه السلطة الشرعية ووصفت السلطة الشرعية ما حدث آنذاك بمحاولة الانقلابية التي فشلت حينها بالتعاون مع التحالف. هل كل من يريد أن يمثل الجنوب يجب أن يعني يتواجه مع السلطة الشرعية بهذا الشكل وتنتهي الأحوال إلى ما آلت إليه خلال تلك الفترة؟ لا، ليس بالضرورة طبعا، بالتأكيد هذا ليس بالضرورة، ولكن إذا تحدثنا عن ما حدث في يناير الماضي فهو كان نتيجة طبيعية لشعور القوى الجنوبية بأنها تم إقصائها وتم
إخراجها من شراكة سياسية كانت موجودة، وعندما شعرت السلطة بأن الحاجة للقوى الجنوبية لم تعد موجودة فهي تخلصت منهم وتنصلت منهم وأدارت ظهرها لهم تماما في مقارنة مع ما كانت تتعامل به بداية الحرب. فالسلطة الشرعية وحتى التحالف استخدم البندقية الجنوبية في مرحلة من المراحل، ثم أشرك رموز من الحراك الجنوبي إلى أن تمكن، إلى أن قضى منهم وطرا وقضى من القضية الجنوبية كلها وطرا وغرضهم. فجأة تنكروا منهم ورموا، فبالتالي كان من الطبيعي أن يتلمس الجنوبيين سوى الذي خرج من السلطة وغيرهم، يتلمسوا طريق القضية الجنوبية ويعود القضية الجنوبية إلى دربها وإلى طريقها الصحيح، بعد أن كانت احتوتها الشرعية وكانت ثنتها تحت معطفها. يعني احتواء الشرعية أستاذ صلاح، لا أرى أي عيب أن يكون هناك المجلس انتقالي وحتى في قوى أمنية وقوى عسكرية موالية له. فاليمن شماله وجنوبه كل الأحزاب، حتى الأحزاب التي تدعي أنها مدنية لها ميليشيات ولها قوات عسكرية، فلماذا المجلس الانتقالي ولماذا القوى الحراك الجنوبي لا يكون لها أي ذراع عسكري في ظل هذا؟ طيب أستاذ صلاح، يعني هناك نقطة، يعني هناك مضطرف. الكثير من المخاطر على أن من يريد يعني إثبات حقه ليس عليه الاستقواء بالسلاح، وهناك الكثير من الإشارات في هذا البيان. نقطة مهمة يشير لها كثيرون في بيان المجلس الانتقالي، يقول لم نكن متسببين في هذه الحرب إلا أنها فرضت علينا وأصبحنا طرفا رئيسيا فيها. يكمل ليقول لا يمكن إيقافها بدوننا. هل يمكن فهم من عبارة المجلس الانتقالي هذه أن هناك تهديد بإجراءات عسكرية ضد الشرعية، ضد تطبيع الأوضاع واستكمال تأمين الأوضاع في المحافظات المحررة؟ نعم، هي فعلا في لغة من هذا النوع، على الأقل بالنسبة لما فهمت أنا، هي فعلا لغة مبطنة بأنه لن نسمح لأي قوة سواء بالتحالف أو بالشرعية بأن تتجاوز القضية الجنوبية على الإطلاق، وأننا مستعدون بأن نستخدم كل الوسائل بما فيها تلميح إلى البندقية، وهذا حق مشروع. يعني بعد كل هذه التضحيات وبعد كل هذه المآسي وبعد كل هذه الكوارث أن يتم تجاوزك وأن يتم فرض عليك حلول أو مشاريع تم إعدادها قبل الحرب. والتمسك بما يسمى بالمرجعية الثلاثة هو مؤشر سيء أمام القضية الجنوبية، وهذا ما لا نريد أن يوصل إليه الحال. فإن استمر ومضت التحالف والشرعية بخطواتهم بهذا الشكل، فأنا أرى أن الصدام قادم. طيب، يعني كيف يمكن إذن الفصل ما بين مسألة تمثيل الأمور أو موازنة الأمور بشكل سياسي وما بين محاولة الاستقواء بوجود السلاح؟ لا ننسى أن هذا السلاح لم يكن متواجدا في فترة من الفترات لدى يعني الكثيرين من النقاط في أو كثيرين من حامليه في المحافظات الجنوبية، ومعركة الشرعية في مواجهة الانقلاب هي من أوجدت هذا السلاح بأيديهم. لا أعرف لماذا أصبح السلاح الجنوبي الآن لا يطاق بنظر الشرعية، مع أن هذا السلاح الجنوبي هو من أخرج التحالف من ورطة تاريخية كان سيكون فيها، وهو من أعاد للشرعية كرامتها واعتبارها. فعندما تطلب مني أن أتخلى عن سلاحي في ظل أوضاع حرب ما زالت قائمة، فهذا كلام لا يمكن قبوله ولا يمكن حتى الإنصات له. طيب، وهل يمكن إذن أستاذ صلاح، هل يمكن إذن في المقابل أن يتم الحديث بهذا الشكل عن عمل تمثيل بهذا الشكل خارج إطار الشرعية في أثناء معركة الشرعية تجاه الانقلابية التي لم تنتهي بعد؟ للأسف الشديد أن الشرعية وبالذات حزب الإصلاح تناسى معركته الرئيسية في الشمال وأدار فوهة بندقيته جنوبا، وأصبحت معركته هي مع الجنوب. وبالتالي كانت من الطبيعي أن تكون هناك ردة فعل ومقاومة من الطرف الجنوبي نحو هذا الاستهداف الذي يستهدفه من طرف يفترض أنه كان في خندق واحد يشاركه.
أما الاستقواء فالكل يستقوي بالكل، فالشرعية بمن استقوت أصلا لتعود للسلطة، ألم تستقوي بالعالم كله وبالإقليم؟ فعندما تقول أن القوى الجنوبية تستقوي بالبندقية فالكل يستقوي بالبندقية أصلا، ومن الذي يستقوي بالكلمة أصلا؟ هو للتوضيح أنا لم أقول شيئا، أنا أتساءل فقط. لا توجد. أشكرك أستاذ صلاح الصقلدي الصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن، شكرا جزيلا على تواجدك معنا. إذا ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام الأستاذ فهمي الثقافي المحلل السياسي أيضا من عدن، أهلا بك أستاذ فهمي. غليان متواتر في المحافظات الجنوبية بلا استثناء، مطالبات كثيرة، هتافات تقول للتحالف أن يرحل وكذلك للسلمان، في أي سياق تقرأ هذه التطورات؟ هذا التطور من الطبيعي أن تحدث، هذا التطور متوقع ومن الطبيعي أن يحدث، بالذات الآن نحن في السنة الرابعة، الأوضاع تمشي في المناطق أو المناطق اللي يطلق عليها بالمحررة تمشي لسيء لتحتها، وبالتالي هذا أمر متوقع. انهيار العملة هو كان بالإدارة القطرة التي أطالت الكأس، كأس الصبر، كأس صبر الناس، وبالتالي شيء طبيعي أن يخرجوا هؤلاء، لكن من يستغل خروج هؤلاء في كل الأشكال، من يستغل خروج هؤلاء الناس في المطالبة بوقف انهيار الاقتصاد. هنا تكمن المشكلة حقا للأسف الشديد. فهؤلاء يستغلوا الأوضاع وآلام الناس ومعاناة الناس لتحقيق مآربهم الخاصة، والتي هي بالضرورة ضد اليمن عموما وضد ما يحدث في اليمن، بل في تقديري تسهم وتمعن في ترزيق واستمرار معاناة الأمن اليمنيين للأسف الشديد. طيب أستاذ فهمي، يعني الآن بيان المجلس الانتقالي يدعو فيه إلى استمرار هذه أو إلى الخروج والضغط على الحكومة، هل يمثل ذلك نوعا من يعني استغلال هذه الاحتجاجات، أم أنه حراك شعبي داعم أيضا وضغط لتحقيق كل المطالب الخاصة بالناس في الجنوب، في المحافظات الجنوبية؟ يعني بيان الانتقالي يرى صورة من صور استغلال آلام الناس ومتاعب الناس ومعاناة الناس للأسف الشديد. بيان الانتقالي أساء تجهيز أنظار المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ليشركهم في ولو حتى كمراهبين في مطالبات جنيف. فرضوا الانتقام وكان بيانهم أيضا تقولوا على مبعوث الأمين العام بالكذب، طوروا ما لم يقل الرجل. اليوم اضطر إلى أن ينفي أنه وعد الانتقالي في المشاركه في جنيف للاسف الشديد. هؤلاء صاروا يكذبون ويصدقون اكاذيبهم للاسف الشديد. فبالتالي ما يحصل الان هو الانتقالي يعتبر من وجهه نظره انه كورقه ضغط على الامم المتحده وعلى الشرعيه ليقبلوا بحضوره. للاسف الشديد الامور لا تاتي هكذا. ما يحصل هو اضرار بمصلحه الناس ومصلحه البلد هذا المنهك من الحرب 4 سنوات الى الان. تقديري ان الامور هذه الان التي نشهدها بعض الاطراف الضالعه او اللي تحاول استغلالها هي تحاول استغلالها ايضا لتعطيل الحلول التي تمخضت عن اجتماع الرئيس مع الحكومه واللجنه الاقتصاديه. بمعنى انه مساله الايرادات التي وردت ضمن حلول الحكومه، تحصيل ايرادات بطريقة الضرائب الى اخره، هذه بتقديري بيتم عرقلتها. مساله ايضا بيع الغاز والنفط هذه ستعرقل. وسمعنا طبعا بعض المواضع تناقلت خبر عن محافظ حضرموت انه صرح انه سيبيع الغاز والنفط، عفوا النفط من سيناء، سيبيع النفط من سيناء ويودع المبيعات او العائدات في المركز ايفاء حضرموت ويصرف رواتب العمال وكأن دولة مستقلة يتصرف. وبالتأكيد إذا صح هذا الكلام عن حافظ حضرموت فهو لا ينطق على الهواء، وإنما هو وحي الإماراتي أو لعله وحي من التحالف بشكل عام الإمارات السعودية للأسف الشديد. طيب في سياق ما يحدث وسياق الهتافات التي جاءت في المحافظات اليوم، حديث عن مطالبات بخروج الملك سلمان، بطرد الملك سلمان، هل يمكن القول أن هناك تباين الآن ما بين المشاريع في اليمن، أن هناك ضغطا
إماراتيا على السعودية بضغطها على المجلس الانتقالي لإخراج وللمشاركة في هذه الاحتجاجات بشكل أكبر، أم أن ما يجري في المحافظات الجنوبية هو بمعزل عن الملفات والتباينات في التحالف؟ لا، ما يجري يعني من ناحية تمت معانا الناس، نعم خرج هؤلاء الناس للمطالبة بوقف انهيار الاقتصاد والى اخره، نعم هذا صحيح، لكن تم اطراف اخرى ايضا استغلت هذه الحالة للتأكيد التحالف ضمن الاطراف التي تحاول استغلال حالة الغضب عند الناس. فمارس هذا ايضا، وحصل هذا الامر ايضا في احداث اخرى سبقت الاحداث الراهنة، فالتحالف يتبادل الرسائل ايضا بواسطه هؤلاء، وعظم الامارات ربما دفعت مريديها او تتعامل معهم الى العتاب ضد السعوديه، وربما نشهد ايضا في اماكن اخرى عتاب ضد الامارات وهكذا. لكن في دور الامر هذا انا اعتبره بدايه ثوره على التحالف وسياسات التحالف داخل البلد. كان هناك بيان نعم تماما نعم نعم أستاذ سامي، كان هناك بيان للمجلس الانتقالي اليوم موجه كما يقول إلى الشعب الجنوبي في الداخل والخارج، يتحدث فيه على أنه لم نكن متسببين في هذه الحرب إلا أنها كما يقول فرضت علينا وأصبحنا طرفا رئيسيا فيها ولا يمكن إيقافها بدوننا، ويتحدث عن المبعوث الخاص الأممي وجهوده ومسألة تمثيلهم في المفاوضات القادمة من عدمه. بحسب ما أعلن من أسماء للمفاوضين وكذلك من أجندة لهذه المشاورات، كيف ترى هذه المسألة وعلاقتها بالاحتجاجات أستاذ فهمي؟ يا سيدي، الانتقالي يبحث عن حضور سجنين بأي شكل وبأي صفة كان، وهذه لم يمكنه منها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتالي لجأ إلى استغلال غضب الناس وضغط الناس ومعاناة الناس اللي خرجوا فعلا يطالبوا بوقف حالة الانهيار الاقتصادي في البلد، فحاول ان يستغلها. البيان هذا واضح انه الانتقالي تغمص دور اكبر من دوره كطرف رئيسي في الحرب وفاعل في الحرب، وهو بيده قرار حرب والسن اي انه يقف في وقف الحرب او لا. من ثلاثي انه الانتقالي مجرد اداه يد محرك اخر الامارات التي هي الممول والراعي الرسمي للانتقالي، وبالتالي لم ينطق بحرف واحد اذا لم ترد الامارات ذلك. فمساله يعني تمت مطالب عند اخواننا الشوام يقول لك الكلام لا جمارك عليه، وبالتالي يعني يظل غير الانتقالي هو مجرد له، لم يلتفت اليه لا المبعوث الامين العام، ولكن هو فقط شد عصب بالنسبه لاعضاء وما زال عاده مصدقه من المواطنين البسطاء. أشكرك المحلل السياسي أستاذ فهمي السقاف، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، وأرحب بمن ينضم إلينا الآن من عمان المحلل السياسي أستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، أوضاع متأججة في المحافظات الجنوبية، احتجاجات شعبية وقطع للكثير من الطرقات، يتزامن الأمر مع مفاوضات قادمة وتصريحات سياسية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي وكذا من المبعوث الأممي وغيره وآخرين، كيف تتابع كل ذلك؟ أستاذ عبد الناصر، أستاذ عبد الناصر هل تسمعني؟ إذا يبدو أن الاتصال لم يجهز بعد مع السيد عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، نعم كان لدى يعني معنا أثناء هذه الحلقة إلى حين تجهيز الاتصال، سأعود بتذكيركم بما تحدث به السيد صلاح الصقلدي اليوم، أن يعني تحدث عن احتجاجات تأتي حصيلة لتراكمات اقتصادية واجتماعية عديدة خلال الفترة القادمة، معاناة كبيرة للشارع وللناس في المحافظات اليمنية عموما تحديدا في الشارع الجنوبي، يتحدث على أن كرة الثلج تتدحرج هي وقد تأخذ الجميع في طريقها وحتى أيضا التحالف. يشير السيد الصقلدي على نوع من التآمر على القضية الجنوبية، تحدث كذلك معنا السيد توفيق المريسي من مريس، يقول أن هناك لابد من عمل معالجات للخروج من الوضع المأساوي
ومحاصرة التحالف كما يقول. المواطن خرج ليقول أن هذه الأعمال لا يمكن القبول بها، يتحدث على أنه ليس هناك، إذا ما استمرت هذه الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ليس هناك داعي للشرعية والتحالف كما يقول سيد توفيق المريسي. إذا يبدو أنه سيد عبد الناصر المودع قد عاد إلينا، أرحب بك مجددا أستاذ عبد الناصر. أهلا وسهلا أبو. حياكم الله. كنت سألتك إذن احتجاجات وغليان في الشارع في المحافظات الجنوبية تحديدا، هناك أيضا يتزامن الأمر مع مشاورات أو مفاوضات مرتقبة في جنيف، بيان للمجلس الانتقال الجنوبي، حديث من المبعوث الأممي، كيف تتابع كل هذه الأوضاع؟ يعني هذه الأوضاع هي بتعكس حالة الفوضى التي بتعيشها اليمن، وهي فوضى ليست جديدة، هي فوضى متفاقمة، بمعنى أنه كل يوم والفوضى هذه تزداد والمشاكل تتعقد، وهذا يرجع يعني إلى أن القضية منذ الأساس لم يكن هناك وضوح في الرؤية لدى دول التحالف تحديدا، ماذا تريد من اليمن وما هي أهدافها بالضبط من العملية العسكرية. لهذا السبب نجد هذه الأعراض، هذه مجرد أعراض للمشكلة الأصلية، والمشكلة الأصلية هي غياب الرؤية الواضحة، أو لنقل الرؤية السليمة من قبل دول التحالف التي تدير الشأن اليمني، لماذا ما تريد من اليمن. ولهذا سنشهد مثل هذه الاحتجاجات أو غيرها التي بعضها مدفوعة من هذا الطرف أو ذاك، ولكن في كل الأحوال هي نتيجة طبيعية لصناعة الفوضى الحاصلة في اليمن. أستاذ عبد الناصر، كثير يعني عندما تحدث مثل هكذا احتجاجات دوما ما يتم التذكير بما حدث في صنعاء وما آلت إليه الأمور بعد انقلاب ميليشيات الحوثي، كيف يمكن إدارة المسألة بشكل مختلف بحيث يتجنب اليمن المزيد من التعقيد والمزيد من الاستمرار في هذا التدهور؟ هناك اختلاف نوعي. عندما كانوا الحوثيين يحاصروا صنعاء ثم استولوا على السلطة، كان هناك سلطة وكان هناك دولة، لكن في المناطق الجنوبية ليس هناك من سلطة ولا من دولة ينقلبون عليها. واقع الحال أن الجنوب يدار من قبل ميليشيات لا علاقة بما يسمى بالسلطة الشرعية بها، وأيضا من قبل دول التحالف بشكل مباشر. لهذا لا أتوقع أن يحدث أي تغيير، لأنه ما هو التغيير الذي سيحدث في المناطق الجنوبية أكثر مما هو حاصل الآن؟ هل سيضغطوا على الحكومة التي هي ليست موجودة، أو الرئيس الفار الرئيس الذي هو غائب عن دولته من 4 سنوات والآن في نقاهة أو بيتعالج بوعكة صحية، بينما شعبه بيعيش حالة من الشظف ومن الفقر والفاقة؟ ولهذا لن يحدث أي تغيير على الأرض، مهما كثرت المظاهرات أو ازداد الوضع سوء، لن يحدث تغيير بالمعنى التغيير السياسي الذي حدث في صنعاء عندما دخلوا الحوثيين وسيطروا، لأن السلطات الآن لا وجود لسلطة شرعية، لسلطة أو حتى لحكومات محلية حقيقية يمكن نقول بأنها سيحدث لها أي تغيير. طيب الآن هناك اجتماعات سياسية أو مشاورات، يبدو أن المجلس الانتقالي من خلال بيانه اليوم غاضب من عدم مشاركته ووجود ممثلين له في هذه المشاورات، على الرغم من تفاهمات مسبقة كما يبدو مع المبعوث الأممي مارتن جريفيث. نسب المجلس الانتقالي ما حدث إلى رفض الشرعية وكذلك الحوثيين لتواجد ممثلين عن الجنوب، عن المجلس الانتقالي تحديدا. كيف يعني تتابع هذه المسألة؟ هذا كلام يعني ليس له أي أساس قانوني ولا أي أساس منطقي. بأي صفة يشارك المجلس الانتقالي؟ من هو المجلس الانتقالي؟ المجلس الانتقالي عبارة عن ميليشيا مدعومة من الخارج،
ليس لها أي صفة قانونية، بل هي تتناقض مع قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على وحدة اليمن، تتناقض مع المبادرة الخليجية، وتتناقض مع الدستور اليمني، فهي حركة غير شرعية بالأساس. لو كان هناك سلطة شرعية حقيقية وليست سلطة متهافتة زي سلطة هادي لما وجد مثل المجلس الانتقالي. المجلس الانتقالي قادته وزعماءه وتشكيلته هذه كلها غير شرعية. في دولة طبيعية وتحترم نفسها هؤلاء في السجون وليسوا في الخارج يلتقون بممثلين الأجانب، وبالتالي لا يمكن لهؤلاء أو غيرهم أن يطالبوا بأن يكون لهم مكان في مثل هكذا مفاوضات، لأنهم أصلا يتناقضوا مع فكرة الدولة الواحدة التي هي أساس الجمهورية اليمنية. قرارات مجلس الأمن مبنية على هذا الأساس، على وحدة وسيادة الدولة اليمنية. هؤلاء متناقضين مع وحدة اليمن، مع سيادة اليمن، وبالتالي عمليا لا وقانونا لا يجوز حتى مجرد الالتقاء بهم لو كان هناك دولة تحترم نفسها. محلل السياسي أستاذ عبد الناصر المودع، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا على تواجدك معنا. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، لكم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإنصات. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.